افتتح في الرياض أول معرض دولي للقهوة والشوكولا بمشاركة كبرى الشركات العالمية، حيث تحتل المملكة المرتبة الثالثة على مستوى العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط في استهلاك القهوة والشوكولا نظراً للمواسم التي يكثر فيها الطلب على القهوة والشوكولا كشهر رمضان والعيدين. رقم واحد في توريد البن، عندهم أكثر من 700 ألف شجرة تقريبا حسب الإحصائية اللي سويناها. منطقة جازان في المملكة العربية السعودية تعتبر من أكثر الدول اللي تصدر البن بشكل عام. السعودية تعتبر أكثر الدول استهلاكا للقهوة والشوكولا على مستوى العالم رقم ثلاثة، على مستوى الشرق الأوسط رقم واحد. حول هذا الموضوع مشاهدينا تنضم معنا أخصائي التغذية أستاذة رشا صالح. أستاذة رشا أهلا بك معنا في مساء الوطن. بداية يعني عندما نتحدث عن أن المملكة عندما تكون ثالث أكبر مستهلك للشوكولات على مستوى العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط، هل يعتبر ذلك نذير خطر في الموضوع؟ هل يعتبر استهلاكنا أيضا للشوكولات استهلاك خاطئ؟ أهلا وسهلا. أهلا فيك. في البداية أنا حابة أعرف ما هو الشوكولا، ما هو تعريف الشوكولا وما هي النوع المستخدم لدينا من الشوكولا. نعم. عندنا حنا الشوكولا الخام هي عبارة عن مادة غنية بزبدة الشوكولا. أثناء التصنيع نأخذ الشوكولا، الدهون اللي في الشوكولا تكرر الشوكولا وبعدها يضاف الدهن، يضاف كذلك دهن سكر حليب، وبذلك يحتوي الشوكولا إلى ثلاث أنواع: الشوكولا البيضاء والشوكولا اللي بالحليب والشوكولا الداكنة الغامقة السوداء. استهلاكنا في المملكة العربية السعودية يعتمد على الشوكولا الفاتحة البيضاء والشوكولا اللي بتكون بالحليب. الشوكولا الداكنة اللي هي المفيدة نلقى نادرا انه نستهلكها في المملكة العربية السعودية. فهل هو نذير خطر؟ هذه الإجابة نعم، لأنه اعتمادنا الكلي على الشوكولاتة البيضاء والشوكولا اللي تكون فيها نسبة حليب عالية. طيب عندما نتحدث على أنه فعلا يعني اتفقنا على أنه هو فعلا نذير خطر، الإفراط في تناول الشوكولاتة إلى أي درجة ممكن أن يؤدي من أضرار؟ أضرار الشوكولاتة هي عبارة عن أضرار خارجية وأضرار داخلية. الضرر الخارجي الملموس اللي هو نعرفه تسوس الأسنان، لأنه تحتوي الشوكولاتة على كمية عالية من السكر والدهون فنلقى مشاكل تسوس الأسنان. أما الداخلية فنعرف أن الشوكولا عندها كمية عالية من السعرات الحرارية، هذا يؤدي إلى السمنة وبذلك يؤدي إلى تطور مرض السكري وذلك يؤدي إلى ارتفاع الدهون في الدم. فتعرفون حنا نسبتنا جدا عالية في السمنة في المملكة العربية السعودية. صحيح. فالشوكولا نقدر نقول أنها من العوامل التي تزيد احتمالية حدوث زيادة الوزن عند الشعب السعودي. طيب هذا بالنسبة إذا كانت الشوكولا، يعني كما ذكرت أنه ثلاث أنواع للشوكولا، هي الشوكولا الداكنة أو الغامقة اللون أو السوداء. طيب هل نفس هذا الموضوع ينطبق على الشوكولا البيضاء أيضا أم أنه لها فوائد؟ الشوكولاتة الداكنة السوداء هي الأنفع ولها فوائد جدا رائعة للجسم. يعني نلقاها ثبت علميا أنه تساعد مثلا الشوكولاتة الداكنة بتخفيض ضغط الدم اللي هي السوداء الخام. ثبت كذلك اللي ياخذ شوكولاته بكميه معتدله يوميا انه يساعد في تقليل اعراض الصداع النصفي اللي هو الشقيقه. لها فوائد عده اللي هي الشوكولاته الداكنه الغامقه. لكن الشوكولاته اذا كانت لونها فاتح اللي هو مدموجه بالحليب هنا يكثر فيها السكر ويكثر فيها الدهن فتكثر الاضرار. نعم. طب ماذا عن الشوكولاته اللي هي مخصصه للدايت او اللي يتبع حميه غذائيه معينه؟ هل صحيحه فعلا هناك شوكولاته يعني لا يوجد مستوى السكر فيها او نسبه السكر فيها صفر؟ يوجد شوكولاته نسبه السكر فيها صفر اللي هي الشوكولاته الخام اللي هي السوداء.
هذا يكون نسبة السكر فيها جدا جدا قليلة إلى معدومة. لكن الشوكولاتة الدايت، لأنه الشوكولاتة الخام الغامقة دائما نكهتها مو متساغة، الناس لا ترغب المذاق المر، ترغب بالمذاق الحلو، فنلقى أنواع الشوكولاتة الثانية أضافوا عليها أنواع سكريات، محليات ثانية مخصصة لمرضى السكر، مخصصة لمن يتبعون نظام حمية غذائية، فغيروا نوعية السكر. طيب هل هناك معدل طبيعي يحتاجه الجسم؟ يعني كل جسم يحتاج إلى نسبة معينة من السكر، المعدل الطبيعي الذي يحتاجه الجسم للشوكليت سواء كان للأطفال أو حتى للكبار حتى لا يحدث أضرار في المستقبل؟ يعني الشوكولاتة زي ما قلنا أنه فارضة نفسها على المجتمع السعودي، فكويس أنه نكتفي بقطعة صغيرة من الشوكولاتة في اليوم، اللي هو مكعب صغير يكفي من 10 إلى 15 جرام في اليوم، هذا أرى أنه جدا مثالي. طيب في أي علاقة أستاذة رشا حقيقة ما بين الحالة النفسية للشخص وتناول الشوكولا؟ هذه العلاقة يعني إذا ودائما نجدها عند الفتيات أكثر، إنه إذا مرت بحالة نفسية سيئة أو تعبانة نفسيا تلتهم الشوكولا بكميات كبيرة جدا، فعلا هل هناك نعم العلاقة هذه العلاقة النفسية ما بين تناول الشوكولا تحديدا والضرر النفسي عليها، وأيضا كيف ممكن التخلص من هذا الطبع لأنه في النهاية هو الطبع؟ عموما الشوكولا جدا جدا مفيدة بالحالة النفسية، يعني من فوائد الشوكولا، هذا يقودنا إلى أنه نقول فوائد الشوكولا. فوائد الشوكولاتة أول شيء تزيد نشاط الجسم، وهذا يزيد من إنتاجية الفرد في اليوم. كذلك تحتوي على مواد جدا مفيدة، يعني الشوكولاتة عبارة عن مواد كيميائية تصل إلى 300 مادة مركبة، هذه من ضمنها اللي هم مكونات التريبتوفان، مكونات الكافيين، هذه المواد كويسة للكيمياء الدماغ، متى ما أخذناها بالكمية المناسبة أخذناها جودة الشوكولاتة تكون قوية، أنه يكون من نوع الغامق، هذا لا بأس فيه ويعادل الحالة النفسية ويعدل. يعني أنت تنصحي بتناول الشوكولات أثناء المزاج السيء راح يعدل المزاج؟ بالطبع أنه يعادل الحالة النفسية، لأنه المركبات الكيميائية اللي فيه تعادل الحالة النفسية، بس متى ناخذه؟ يعني عندك الشوكولات غلط تأخذ قبل النوم، تؤثر في الحالة المزاجية، تؤثر باستقرار النوم، وهذه تظهر عند الرجال أكثر من عند النساء. يعني عند الرجال تظهر اضطرابات النوم إذا أكلوا الشوكولاتة قبل النوم أكثر من عند النساء. هي بالنهاية يعني تؤدي إلى النشاط بشكل عام، فينصح بتناولها في أوقات معينة، الصباح مثلا، الصباح في منتصف الظهر إذا بدت طاقة الجسم الإنسان تضعف، ننصح بقطعة صغيرة من الشوكولاتة. بعض الأهالي ينصحوا الطلبة فترة الاختبارات قبل دخول الامتحان بتناول الشوكولاتة، صحيح أيضا هذا الموضوع مفيد؟ موضوع مفيد قطعة من الشوكولاتة صغيرة، بس أنا أنوه إلى نوعية الشوكولاتة المستخدمة. كذلك مفيدة للي يتمرنون تمارين عضلات، تنمية العضلات كويسة، بعد التمرين الرياضي يأخذون قطعة صغيرة من الشوكولاتة تبرز العضلات لديهم. نعم، أشكرك على كل هذه المعلومات أخصائية التغذية أستاذة رشا صالح، شكرا جزيلا لك.